وهنستكمل الجزء بتاعنا دلوقتي، وهنبدا نتكلم على الفيزيكال كيميكال بروبرتيز اوف درو سوليوشنز اللي اتفقنا ان هو اي دي تي ام بي اي اللي هو يعتبر اورجانوفوسفيت. فقال لي دلوقتي في حاجتين رئيسيتين انا هبدا اتكلم عليهم في الدرو سوليوشن ده. اول حاجه ان الاوزموتيك بريشر بتاعه بيكون متنوع مع الكونسنتريشن بتاعي، تمام كده؟ فبيقول لي اوزموتيك بريشر of solution with various concentration were obtained by measuring their freezing point. يعني انا دلوقتي عندي حاجه بتبدا تقيس لي الجزئيه ديت عن طريق الفريزنج بوينت، تمام كده؟ يبقى اول حاجه انا بتكلم عن الاوزموتيك بريشر اللي بيكون فاريوس مع الكونسنتريشن بتاعي اللي انا بحصل عليه. تاني حاجه وهي حاجه اسمها ريلاتيف فيسكوستي اجينست دي ايونايزد وول، تمام كده؟ يبقى ريلاتيفيتي فيسكوستي ريلاتيفيتي فيسكوستي اوف الدرو سوليوشن بتاعي اجينست دي ايونايزد ووتر. طيب الكلام ده بيتقاس عن طريق ايه؟ حاجه اسمها فيسكوميتر عند درجه حراره 25 موجب او سالب 1 سيليزيوس، تمام كده؟ طيب والكلام ده يعتبر بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن السبورتنج انفورميشن او السبورتنج داتا بتاعتي، بيعبر لي عن السبورتنج داتا اللي هو تعتبر اخر سطر موجود عندي، تمام كده؟